شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي انطلقت فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض. والتقى مدبولي على هامش حضوره الجلسة عددا من القادة ورؤساء الحكومات ومسؤولي المؤسسات الدولية، من بينهم رئيس وزراء الأردن بشر خصاونة ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والتي أكدت أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.